لهنا يجيبونا كان في الاوراق هاو لهنا اجا باش تنتخب اجا باش تعمل اجا باش دني جات الانتخابات صباح الخير ما ترى حتى واحد منهم من يحدد كم من المستشفيات او المدارس وما نوعها في القرية وفي المدينة وفي المحافظة سوى النظام المحلي هو أكثر قدرة؟ نعم لعلكم تعلمون الآن نحن في ليبيا في بداية ممارسة الديمقراطية بعد نجاح ثورة 17 فبراير ونقوم الآن بمحاولة هذا المواطن الذي قام وثار من أجل هذه الخدمات البسيطة تتمثل في جوانب عديدة جدا أولها ممارسة حق الممارسة في اتخاذ القرار هذا أول حق للمواطن plus on va vers le local, plus la démocratie sera vécue réellement par le citoyen. Dans le domaine d'éducation, dans le domaine économique, dans le domaine de la création des emplois, de la création des richesses, de la gestion de l'environnement, il y a des régions qui ont des problèmes spécifiques d'environnement qui, donc, auxquels ils doivent répondre aussi d'une manière spécifique. غالبا ما يعني في الدول المركزية الخدمات أو كل ما يتعلق بالمواطن من قضايا متركزة بيد السلطة المركزية أيا كان أفرادها فوزير الكهرباء مسؤول عن الكهرباء في جميع أنحاء البلد وزير المياه وزير الصحة أحيانا شدة تركز هذه المسؤوليات بيد فرد أو جماعة أو حتى مؤسسة تؤثر على جودة هذه الخدمات لكن كلما تقسمت الصلاحيات وأصبحت أقرب إلى الناس أولاً تحققت هذه الخدمات أو الصلاحيات أو أياً كانت بطريقة أكثر كفاءة وأيضاً المساءلة لا يمكن أن تكون الإطار الصحي أو المستشفيات متمركزة في العاصمة فقط لذلك أن المركزية في هذه الأمور الإدارية والصحية والتعليم لابد أن تكون منتشرة في كل المناطق في تونس من في الولايات الكبرى وكذلك حتى في المناطق الداخلية البعيدة التي عانت كثيرا من التهميش في العهود السابقة تشرب منها البايم وتشرب منها الكلاب وتشرب منها من المعيز وتشرب منها الناس الكل تشرب منها هنا خلطوا نغسلوا العوين ونلعبوا أنا شديدة كما أشرت من حيث أن كافة المعاملات الرئيسية والكبرى تتم في مركز القرار أو في العاصمة الناس تداوي عليها جرثوم نحن نشربوا فيه جرثيم نشربوا فيه والله إلا نشربوا فيه هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا المشاريع التنموية لا تصل إلى المواطنين بسبب تعثرها نتيجة للمركزية الشديدة وين الحكومة متيعنا؟ وين الدولة؟ وين اليوم اللي خرجنا منه؟ أيضاً الخدمات البسيطة مثل أي خدمات بسيطة يعني مثل المشاريع الخدمية لا تصل أيضاً للمواطن بالشكل الفعال والصحيح وحتى يعني أعداد أرقام نسب البطالة في الولايات الداخلية أعلى بكثير خاصة في أصناف الشباب أعلى بكثير من العاصمة والمناطق الساحلية السلطة المركزية كانت موجودة سواء السياسية ولا الاقتصادية ديما العاصمة تونس هي عاصمة اقتصادية وسياسية وبالتالي هذا خلق نوع من عدم التوازن بين الجهات هذا فندي باش يتحقق يلزم برشا خدمة من طرف الحكومات
Alors l'écart, on a raisonné en termes de plusieurs variables, c'est-à-dire qu'on a pris à peu près une centaine de variables qui touchent que ce soit à l'emploi, que ce soit à la spécialisation, que ce soit au service public disponible, la présence de médecins, etc. Et on a essayé de faire un classement et on a trouvé un décalage important. Look at decentralization, it's about the transfer of responsibilities, it's also about the transfer of revenues to pay for them. Local governments in many countries levy their own taxes. They may levy a property tax, they may levy other taxes, they can charge user fees. فاللامركزية هنا ستجعل الحكم وصناعة القرار في كل ما يتعلق بنا كأفراد ومواطنين أقرب لنا وسنشارك فيه بطريقة أكبر.